هي شوي شائكة. طب ليه صرح لكان وائل طالما مستحيل؟ صرح مضطر بشغلة معينة. قصة قديمة تتذكري وقت حكينا من زمان صار من أول الحرب مثل قصة محاولة خطف الأولاد وهيك. نعم. خطف أولادك بس خطف نذكر أولادي. المشاهدين كان في محاولة خطف أولاد ب2011 ببداية الحرب. نعم. كان في محاولة خطف للأولاد كانت مورطة فيها مربية عندك بالبيت مربية. بس لنذكر المشاهدين صحيح من ضمن الشبكة يلي هن اعترفوا بكل الاعترافات بالأسماء و و و أحد الأشخاص سعودي. هذا الشخص ظهر بعد فترة وهو مناهض للأمير محمد بن سلمان، هو ضده وهو من الناس يلي كانوا يعني غير مرغوب فيهم بالمملكة العربية السعودية. وهو كان بده ينتقم بشكل أو بآخر، دخل على الخط بتهديد معين له علاقة مرة أخرى من جديد. نعم. اضطر وائل وطلب منه أنه يعمل فيلم عن الخاشقجي ونحن ما لنا علاقة. هذا التهديد مين اللي طلب؟ الشخص السعودي طلب من وائل يعني هو ضد محمد بن سلمان تحت التهديد أنه يعمل فيلم عمل عن الخاشقجي. فاضطر وائل أنه يقول هيك خفنا مرة أخرى، أو هو خاف مرة أخرى، ما رح أقول خفنا كان برجف بالحديث، ولا وحتى هو ضد السعودية وضد الأمير محمد بن سلمان تحديدا.